هلا عم بيجينا كثير اسئله حول العدد، يعني عمليا اذا عم نحكي جورج بوشيكيان، ادغار ترابولسي، حيدر عيسى بيعكار صح، اوكي، اسعد درغام، جيمي جابور، شاب المارون، جبران بسيل، سيمو برامي، الندب ستيني، اغوبا كلودونيا، الياس ابو صابر، يمكن عن ربيع عاصي، الاعون، اغوب تريزيان، نيكولاس حنوي، سيزار ابي خليل، فريد بستاني، غسان عطله، سليم عون، سامر توم، يعني عمليا عندك 22 نايب. زيد جورج عطله. جورج عطله. 23. ما فينا نحكي عن هزيمه للتيار الوطني الحر مثل ما كان عم يتم تصوير الامور. لا. سمير جعجع رئيس اكبر تكتل مسيحي نيابي لمده 6 ساعات. تذكر يا بيبي خربتوا الدنيا وما فيها وعليكم فاز التيار، قصة وشو بدكم فيها قدام وشو طلعتوا صغار، جمعتوا الكل علينا لكن ما قدرتوا لينا، الرقم الأصعب ضلينا ورفعنا إكليل الغار، بدها تشتي مصاري من الليلة للأحد وبعدها بصير في شح وجفاف، والله يعين يلي بيبيع حاله رخيص، جيشتوا علينا الإعلام وصرتوا تزبتوا مصاري، وياما رسمتوا أحلام طارت مثل البخاري، عملتوا للخارج أزلام اللي بيفهم فيكم شتام، مشيتوا ضد الرأي العام يلي أنصف تياري، تيار وطن الحر رقم صعب بكل الأغطية، نتوهم انه بيوم من الأيام في يربح او يعزل او يلغي التيار، عيش بوهم.